لنا خطايانا مين كريا لا يسون كريا لا يسون يا رب ارحم كريا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله كريا لا يسون كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا كريا لا يسون كريا لا يسون يا رب ارحم كريا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا يا الله كريا لا يسون كريا لا يسون اسمعنا وارحمنا كريا لا يسون كريا لا يسون يا رب ارحم كريا لا يسون كريا لا يسون ارحمنا Jezus heeft de dood in ons gewekt. En ik heb een vraag aan jullie, lieve mensen. Wie weet de namen van de mensen die Jezus heeft opgewekt uit de dood? Wie weet de namen van de mensen die de Heer Jezus heeft opgewekt? Lazarus. De dochter van Jairus, die jongeman, de zoon van de weduwe van de Amen.
kennen jullie ook vrij water? Alleen thuis. Ja. Okay. Maar hoe wordt het dan gezegend? Want u moet dat zegenen van tevoren. Wat in de kerk krijg je dan? En dan doe je dat thuis. In september 2018 heeft onze geliefde bisschop Arseni de sleutels ontvangen van deze kerk. In oktober 2018 hebben we onze eerste kerkviering gehad en hebben ook onze eerste goddelijke liturgie gehad. Uw parochie, ik hoop dat jullie een beetje thuis voelen hier in Brussel, Horsmeren, in het Gooi. Dat zie ik dat het lukt. Dit is de aardappel. Ja. Dat is daar. Ja.
Ja. Maar het Nel. النهاردة في هذا الاحتفال السنوي بنفتكر عمل ربنا معانا في تأسيس هذه الكنيسة وبداية الخدمة في المنطقة هنا، وبنتذكر أيضا بركة شفاعة القديسة فيرينا شفيعة هذه الكنيسة، وأيضا كمان بنفتكر محبة الناس وتعاطفهم وتشجيعهم لوجود بيت لربنا في هذا المكان. ما نقدرش ننسى محبة الناس وتعاونها معانا. كمان بنتذكر ازاي ربنا سمح ان هذا العمل يتم، رغم كانت فيه صعوبات طبعا في الاول وكانت فيه امور معاكسة يعني، لكن بنعمة ربنا تمجد ونجحنا ان احنا ناخد هذا المكان. بنشكر ربنا عليه، وهو الهدف منه ان هو يخفف الضغط على كنيسة العذراء في أمستردام ويجتذب هو عدد من المصلين، وفعلا ده تحقق يعني، والخدمة استقرت هنا في المكان، والنهاردة هم بيحتفلوا بالسنة الأولى ليهم. وكان في الصبح كان في بعد القداس كان في مجموعة من الترانيم في الكورال، وكان شاركنا طول اليوم سيادة العمدة بتاع المنطقة هنا، هجي حضر معانا الاحتفال، وافتتحنا مكتبة البيع، ودلوقتي احنا في السوق الخيرية اللي خصصت لتدعيم مشروعات الكنيسة، وعن قريب هنستكمل مشروعات الكنيسة، حمل الأيقونات والأيقونات والمسبح وبقية كل الأعمال اللي هي تخلي المبنى على شكل قبطي أرثوذكسي. نشكر الله على هذا العمل وإلى مزيد من البركة في هذا المكان، وصلواتكم لينا متشكرين خالص. Het is één jaar de parochie hier, Sint Verena, in Bussum. En ik moet zeggen dat de parochie, de pastoor, de parochianen, die hebben een hele goede plek verworven hier in Bussum, in Gooise Meren. Zo hebben ze ook meegelopen met de vredeswandeling, met de andere kerken en dergelijke. En is er nu ook goed contact met de andere pastoren en dominees. En ik denk dat het goed is. We hebben allemaal ongeveer dezelfde God en daar moet je allemaal maar samen daar iets van maken. En dus de kerk, de Koptische kerk, stelt zich ook open naar anderen. En dat vind ik dus heel erg belangrijk. En op de tweede plaats is het zo dat de betrokkenheid hier, wat we hier ook zien in de missen, maar ook hier in de bazaar, die is heel erg goed. Dus waar we proberen een inclusieve samenleving te zijn, waar een plek is voor iedereen. Jongeren, ouderen, van alle religies. Nou, dat zie je hier gebeuren allemaal. En dus het is een aanwinst voor Bussum. Gefeliciteerd. نشكر ربنا النهاردة العيد الأول لكنيسة القديسة فيرينا في مدينة بوسم. سيدنا أثناء القداس رسم شمام ده رتبة الأبسالتوس، وشمام ستانين أخذوا رتبة الأغنستوس. بعد القداس على طول سيدنا ومعاه عمدة البلد شرفنا النهاردة برضو قام بافتتاح مكتبة الكنيسة، وبعدين افتتاح المعرض. كان يوم جميل ويوم مبهج. ربنا يخلينا سيدنا ويدوم أن يفتح علينا يا رب، وكل سنة والكنيسة كلها طيبة وبخير وبفرح. النهاردة فرحة كبيرة بصراحة، لأن احنا نشكر ربنا بمعونة وصلوات القديسة العذراء مريم وقديسة فيرينا وصلوات الأنبا إرساني ومجهوده معنا. عدى سنة دلوقتي على يعني افتتاح القديسة فيرينا. كنيسة جميلة جدا، كنيسة كلها روحانية، وكل اللي بيجي هنا بيحس ده وبيحس قدي هنا في روح ربنا وروح المحبة اللي ما بين الناس. فأنا مبسوطة جدا، مبسوطة بالولاد، ولادنا حلوين جدا جدا من كل الأعمار. مبسوطة بيهم قوي ان احنا عندنا مدارس احد نقدر ندي كل الخدمات فيها، ونطلب صلواتكم ان انتوا تساعدونا ان احنا يعني نكمل وتبقى اكثر واكثر يعني.
احنا مبسوطين جدا النهاردة ان برعاية الانبا ارساني وبقداسة البابا تاودروس احنا الكنيسة مرة سنة عليها. بصراحة الكنيسة بتنمو كل يوم والاطفال بيحبوها جدا وبقت مجمع كبير واحنا مبسوطين جدا واكيد هتنمو كل مرة اكبر. الاطفال نفسهم بيواظبوا عليها, بقى فيها خدمات كتيرة. ابونا شنودة بيساعدنا كتير جدا في الخدمات والناس بتحبها وكونت شعب كبير في مدة صغيرة, واكيد هتنمو اكتر واكتر, وان شاء الله السنة الجاية نشوفكم معنا تاني. شكرا.